نعم، بالفعل هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد لوزير الخارجية التركي. هذه الدعوة تأتي أيضا للمشاركة في منتدى البعثات الدبلوماسية الخاصة بدولة الإمارات، والتي تعقد بشكل خاص للسفراء وممثلي دولة الإمارات في الخارج لبحث العديد من القضايا التي تهم دولة الإمارات وسبل تنمية العلاقات مع الدول التي تمثل من خلالها هذه البعثات الدبلوماسية دولة الإمارات في الخارج. اليوم وزير الخارجية التركي سيكون ضيف شرف في هذا المنتدى، سيلقي كلمة من خلال هذا المنتدى كضيف شرف. بالإضافة إلى ذلك سيلتقي أو بعد ذلك سيلتقي بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لبحث العديد من القضايا التي تهم العلاقات الثنائية بين البلدين. هذه الزيارة وزيارات رفيعة المستوى التي تحصل بين البلدين، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي أواخر العام الماضي إلى أنقرة، وأيضا الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنا إلى دولة الإمارات. هاتان الزيارتان يعني مثلتا خطوة غير مسبوقة في تطور العلاقات الثنائية بين تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال هاتين الزيارتين تم توقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون بين البلدين، لذلك نرى أن العلاقات التركية الإماراتية في تطور مستمر، خاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار والعلاقات الاقتصادية والتجارية التي توقع بين الطرفين. العديد من القضايا أيضا الإقليمية التي يمكن مشاركتها من خلال مباحثات وزير الخارجية. نعم، في ظل أيضا الوساطة عبد الله نظيره نعم التقوا بها تركيا في الملف الأوكراني في هذه الأزمة الأوكرانية الروسية، هل سيتم أيضا مناقشة هذا الملف مع الجانب الإماراتي في خلال هذه الزيارة وهذا الاجتماع المرتقب؟ نعم، بكل تأكيد من المتوقع أن يكون الملف الروسي الأوكراني على طاولة أيضا المباحثات بين الجانبين، خاصة أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة كلا الجانبين إلى روسيا، وأيضا بحث هذا الملف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذه القضية الأهم هنا على الساحة الدولية فيما يخص الحرب الروسية على أوكرانيا، لذلك من المتوقع أن يتم مناقشة وبحث سبل التوصل إلى حل سلمي في هذه الحرب، وأيضا إحلال السلام أو الوصول إلى إحلال السلام في أوكرانيا ووقف الحرب الروسية التي المتوجهة الآن إلى أوكرانيا. نعم، كيف تناولت أيضا عبد الله وسائل الإعلام هذه الزيارة التركية التي كان أيضا قد وصفها قبل ذلك الإعلام التركي بأنها زيارة تاريخية، وكانت هناك إشادات قوية من أردوغان بهذه الزيارات ورغبته في تطوير العلاقات بين البلدين؟ نعم، بكل تأكيد يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف هذه أو تطور العلاقات بين البلدين بأنها خطوة تاريخية، لذلك وسائل الإعلام ترحب بمثل هذه الخطوة، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الإيجابي من العلاقات الإماراتية التركية. اليوم يعني نرى هذا التطور في العلاقات كما ذكرت من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، حجم التجارة الكبير الذي أو المتبادل بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، العديد من المجالات التي يمكن أيضا تقريب وجهات النظر من خلالها بين تركيا ودولة الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي كانت محل خلاف سابقا. لذلك وسائل الإعلام رحبت بمثل هذه أو بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التركي مسبقا، وأيضا بهذه الزيارات رفيعة المستوى التي تتم بين البلدين في الوقت الحاضر. نعم.